بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين، رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الحفل الذي أقامته الكلية. وبهذه المناسبة أعرب سموه عن سعادته برعاية الذكرى 10 لانطلاقة هذه الكلية الفتية التي تأتي من ضمن مبادرات مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي بدأناه في عام 2005، مضيفا سموه أن الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس الكلية يجسد ما حققته من إنجازات خلال مسيرتها الناجحة والأهداف التي أنشئت من أجلها من واقع ما تهيئه من فرص تعليمية وتطبيقية وتقنية ذات جودة عالية لدارسيها لتمدهم بالمهارات والخبرات العملية والعلمية. وقال سموه إن الكلية أثبتت من خلال البرامج التعليمية التي تقدمها إدراكها التام لاحتياجات سوق العمل سواء في داخل مملكة البحرين أو خارجها في ظل ما يشهده السوق من متغيرات، وبذلك استطاعت وبالتشاور والتنسيق والتعاون مع شركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال رفد السوق بما يحتاجه من الخبرات والتخصصات المناسبة والتي يحتاجها، كما هيأت لخريجيها من أن يكونوا رواد أعمال وأرباب عمل ناجحين. وأضاف سموه إن التعليم التقني والفني ليس بجديد على البحرين، حيث شهد عام 1968 إنشاء كلية الخليج الصناعية التي تحولت فيما بعد إلى كلية الخليج للتكنولوجيا بغرض أن تكون كلية الخليج للتكنولوجيا كلية إقليمية تخدم أبناء منطقة الخليج من خريجي المدارس الثانوية القادرين على الإسهام في ملء الوظائف ذات التخصصات الفنية المؤهلة في مجال الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية. وأعرب سموه عن تهنيه وتمنياته لجميع الخريجين والدارسين بالكلية بالتوفيق والنجاح، كما أعرب سموه عن بالغ تقديره لرئيس وأعضاء مجلس أمناء الكلية ورئيسها التنفيذي وهيئة التدريس لما يبذلونه من جهد في الارتقاء بالكلية وأدائها، مؤكدا الدعم الكامل لإسهامها المشهود لمسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين. وكان الحفل قد بدأ بكلمة ألقاها سعادة الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء الكلية، توجه خلالها بجزيل الشكر إلى راعي الحفل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على رعايته الكريمة ودعمه المستمر للبوليتكنيك، كما استعرض في كلمته أهم الإنجازات التي حققتها البوليتكنيك من مخرجات تعليم مؤهلة لسوق العمل، بالإضافة إلى شراكة الاستراتيجية بين بوليتكنيك البحرين ومختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. واختتم كلمته بتقديمه مشروع منصة بوابة الصناعة الإلكترونية، وهو عبارة عن منصة إلكترونية تهدف لتعزيز التواصل والاتصال بين بوليتكنيك البحرين وسوق العمل، وتقدم هذه المنصة لأرباب العمل إمكانية الحصول على خدمات تختص بالمشاريع والبحوث، وذلك بناء على ما تقدمه بوليتكنيك البحرين من تخصصات مختلفة تخدم مختلف قطاعات الاقتصاد والصناعة في مملكة البحرين. بعد ذلك تفضل سموه بتدشين هذه المنصة الإلكترونية. بعد ذلك ألقى الرئيس التنفيذي لبوليتكنيك البحرين الدكتور جيف زابودتسكي كلمة مرحبا خلالها براعي الحفل والضيوف الكرام، وتقدم بالشكر والتقدير لجميع الشركاء الداعمين للبوليتكنيك وكذلك فريق الإدارة التنفيذية والهيئتين الأكاديمية والإدارية في البوليتكنيك على الإنجاز الذي حققوه طوال السنوات 10 الماضية. وتخلل الحفل عرض فيلمين قصيرين، الأول عن مبادرات التعليم والتدريب والثاني يتضمن مسيرة البوليتكنيك في 10 سنوات. وبعد تكريم المشاركين في إنجاز فيلم مسيرة البوليتكنيك في 10 سنوات، قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بزيارة معرض مشاريع الطلبة، ثم افتتح سموه مكتبة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في المبنى رقم 19. واختتم سموه الحفل بافتتاح مركز شركة هواوي، حيث تبرعت شركة هواوي البحرين بأجهزة وذلك دعما منها لبوليتكنيك البحرين.